من خلال معرض سوريا الدولي للبترول والغاز سيربترو 2022. قدم الأستاذ محمد هيثم الرواس بخلال محاضرته نبذة تعريفية عن مؤسسة البدر وعن الخدمات يلي بتقدمها. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا فيكم. فيك بدنا تحكي لنا عن مضمون المحاضرة يلي رح تقدمها حضرتك بسيربترو 2022. الحقيقة نحن بدنا نحكي عن المؤسسة تبعنا، التأسيس تبعها امتى تأسست، بدنا نحكي شوي عن المعمل، أقسام المعمل، المختبر، وبدنا نحكي شوي عن خطوط الإنتاج اللي موجودة عنا، وحنحكي عن رؤيتنا المستقبلية الخاصة بمؤسسة البدر. تمام، شكرا كثير ويعطيك العافية. أهلا وسهلا.